الأمر انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكلا الفريقين، وبالتالي الريان في هذه المباراة يريد أن يحقق الفوز ويحافظ على فارق الأربع نقاط. وسباستيان سوريا وأحمد عبد المقصود، صافرة حكم هذه المباراة السيد عبد الرحمن الجاسم تعلن عن بداية وانطلاقة شوط هو وضع طبيعي جدا. تباتا على تنفيذ الضربة الركنية للريان، تباتا يرسل الكرة، الكرة تبعد، بتعود المحاولة، لمسة للأمام، السيطرة في الأيسر، حمد الله كنترول ممتاز، عنده قدم قوية ممكن أن يمر لكوميونغ، والكرة العرضية بعد ذلك إلى ضربة ركنية تحولت لصالح الريان. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية كبير، الكرة تصل في الجهة اليسرى، عبد المقصود بيحاول، واحد من نجوم مباراة الريان، ولد حيل تسديدة من متولي، لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مكاسب عديدة بكل تأكيد بالنسبة للفريقين في حالة تحقيق الفوز. يعني التعاون لصالح المرخية، الكرة عرضية عالية، أخطر كرة في الشوط الأول، أخطر كرة في اللحظات الأولى، كرة محمد صلاح النيل، وتهديد أول من المرخية، ونحن نتحدث فقط عن الدقيقة الثامنة. في لمسة للأمام، أنس في منتصف ملعب المباراة، عبد المقصود يقطع الطريق، الكرة لسباستيان، سوريا تقدم، كرة! إذا سجل أهل القمة هنا عن طريق سباستيان سوريا. شوف هذه التمريرة، شوف حمد الله في كرة فيها يعني تغطية غير سليمة على الإطلاق من جانب مدافعي نادي المرخية، ومن هذا المكان لا يمكن للعين بأن تتخيل بأن سوريا ممكن يضيع الكرة وممكن يضيع الفرصة، هو يسجل الأصعب، فما بالك في هذه الكرة السهلة. سوريا يسدد ركنية للمرخية، الكرة تلعب عالية والكرة ما زالت، لكن بعد ذلك تحولت إلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى، 30 مباراة، كرة في منتصف الملعب، لمسة للأمام ناحية محمد صلاح النيل، خطأ كبير، خطأ كبير، محمد صلاح النيل يستغل الخطأ الكبير ويعيد المرخية للمباراة. من أن يستغل هذه الكرة اللي كان ما فيها تفاهم بين موسى هارون وبين حارس المرمى محمد النيل، هو والكرة في المرمى، هو والكرة في المرمى. محسن متولي هنا طبعا، متولي تبعد من أمامه، ديسوزا يتقدم، ديسوزا بيسدد، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى. اختلف بعد هدف التعادل والأخطاء الفردية اللي نشاهدها من جانب لاعبي نادي الريان قد تتسبب في حدوث ما لا يحمد عقباه في هذه المباراة. شاهدنا حمد الله الكرة معاه، يبحث عن المرور، ترى ممكن يسدد من هذا المكان، يرسل الكرة عرضية على طريقته الخاصة، لكن لمسة للأمام لسباستيان سوريا، تباتا، حمد الله لسباستيان سوريا، الكرة للأمام، فرصة، لكن حارس المرمى يخرج في توقيت مناسب ومثالي، وبالتالي يتصدى لكرة. هذه هي طبعا الكرة والمحاولة من عبد الرزاق حمد الله، تمرير كرة في الجهة اليمين، عرضية مرت، خطأ كبير من عمر باري. الطقس سيكون عامل مؤثر في هذا الشوط الثاني، من يستغله؟ الكرة ستخاف عنه المرخية، أنس مبارك، تمريرة جميلة في الطرف الأيسر، وكرة عرضية خطيرة، عرضية خطيرة جدا، المحاولة والتهديد الأول بيروض، تباتا بمر لسباستيان سوريا، لتباتا مرة أخرى، الكرة العرضية لكن بعد ذلك تحولت إلى ركنية. ديسوزا يحاول واحد على واحد أمام غونزالو فيرا، ديسوزا تمرير، كرة خطيرة جدا، خطيرة جدا، تباتا يمرر لسباستيان سوريا بيسدد، لكن الكرة مرت بجوار القائم اليمين، والكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. شوف التمريرة في هذا المكان، سباستيان سوريا. وبالنسبة ليوسف آدم، الدقيقة 70، كرة للأمام، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله،
الشوط الثاني، لكنه يخترق الدفاع، يكسر هذا الجدار. تمريرة من تباتا لحمد الله اللي سيطر. شوف الزاوية ما أصعبها، شوف الزاوية اللي سجل منها ما أصعبها، لكن لا يوجد صعب على حمد الله القرش الرياني الذي يسجل الهدف الثاني لدانيال جومو. الكرة تعود لعبد المقصود بسكة. الله على قدم، الله على قدم يسرى، قدم يسرى هي على طبيعتها هذه القدم وهذه التنفيذة. لكن طبعا كوميونغ، كوميونغ يتقدم يرسل الكرة، حمد الله لكن ضاعت، حمد الله لكن ضاعت. الكرة لدي سوزا، دي سوزا يرسل الكرة والكرة تبعد. أنس بيحاول، عند قدم، عند قدم يرسل الكرة للأمام، عند قدم وياهي قدم لو لبست في قدمه. الكرة ملعوبة، المحاولة الآن والتسديدة. الكرة لمتولي، متولي يرسل الكرة لتباتا. الله 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 الله، صلاة الرب، صلاة الأمة الريانية، صلاة. شوف الإعادة، شوف اللمسة، ثلاث لمسات، أشكال هندسية، أشكال هندسية. متولي لتباتا، تباتا لحمد الله، حمد الله. ملاحقا الكرة ملعوبة للأمام والكرة سهلة عند حارس المرمى عمر بار، سهلة عند حارس المرمى. كرة بتلعب للأمام، انطلاقة سريعة، حمد الله تقدم، تقدم للأمام، محاولة دي سوزا بسدد، والكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. الكرة إلى خارج أرضية، أوليفيرا بيحاول، أوليفيرا بيمرر، لكن الكرة لدي سوزا، محاولة للمرخية ما زالت مستمرة وقائمة تسديدة، لكن الكرة سهلة. قائم والظروف الصعبة وصافرة حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم تعلن عن نهاية شوط المباراة الثاني ونهاية هذا اللقاء ككل بانتصار للرهيب على المرخية بثلاث أهداف مقابل